طيب هسه خلونا نروح نشوف استطلاع الجماهير ماذا تحدثت عقب هذا اللقاء والخسارة المذلة أمام كوريا الجنوبية. يعني أنا جاي من هناك لجاي عمود أشوف المنتخب، عرف الشغل وعرف عملي على مود المنتخب، أجي ساعة ساعة أنتظر ساعة بس ساعة يلعبون على مود أنتظر أبو عليهم. ماكو منتخب، المدرب نزل كل اللاعبين، ماكو لاعبين زينين، أيمن لا أيمن لا ذاك لا هذا، كل منتخب مو زين. إحنا ما عندنا قاعدة صحيحة، إحنا يمكن أنت ما ملحق، أنا ملحق على 79 كان مجمي الفرطوس حسن علوان فلا حسن علي كامل، اجى مدرب اليوغوسلافي اسس قاعده صحيحه، شغله صحيح رديف اليف وباء منتخب اليف منتخب باء، قام يطلع اجيال اجيال منتخب. انت لاحظ انا ملاحظ ملحق على هشام مصاره مبرسوك مجمي الفرطوس عبد كاظم ورحيم كريم، وراها اجوا المدافعين ناظم شاكر، وكلها فريق لعب بروح، كان اكو قاعده. هسه منتخب بدلوا اول شيء بدلوا مدرب بنص التصفيات، هاي اصلا ما يصير. كاتنيت جابنا من 104 تصنيف نزلنا 68، يعني افضل تصنيف اني اول شيء. ثاني شيء بس طلع مهند جعاز او جعاز نزل على عدنان المنتخب راح، بعد راح راح. احنا مو مال كاس عالم مال كره قدم، احنا خلينا نحكيها بهاي الطرق الكوميديه، احنا مال كاس عالم مال ختيلان ما صقله، مو مال كره قدم والله، مال بلبل حاح ذني، مال هنا مال قبل، مال دعابل طنب طنب شايل، انا ذني ما سامع بين بس ملاعبين والله. احنا زايد علينا كره القدم، احنا ناس متخلفين في كره القدم. المدرب عالمي لا غبار عليه، ومدرب اعطيكم هاي المعلومه، ترى كره القدم العراقيه لها تاريخها تاريخها، بس هذا الحاضر مزري وكثيف وللاسف. المدرب عالمي، المدرب هذا اعطيكم معلومه عليه وهي متاحه للجماهير القديمه، درب هولندا بكاس العالم 94، مدرب درب اللاعب الكبير رونالدو البرازيلي وهو من مكتشفيه بنادي اينتهوفن. فانت تجيب له هاي اللاعبين اللي ما شاء الله مقضيه سهر وسناب، وهذا كلوب هاوس هذا جديد ما نعرف بيهم 24 ساعه على اللاعبين. ملينا من المنتخب العراقي، نشجع بالمنتخب العراقي ونجي ونحضر، ومن الصبح عايفين اشغالنا وجايين نحضر اللعبه ونشجع بشغف وبحب، لكن شنو الفائده؟ خذلونا، خذلوا 40 مليون عراقي. منين يجيب لك المدرب؟ شو يسوي؟ مدرب عالمي شو يسوي لك المدرب؟ هي هاي الادوات الانديه وسببها الادارات الانديه، منافسات بيناتهم، ما تجيب لاعب 700 مليون، ما تجيب لاعب 800 مليون، غير هذا الدوري هاي حصلت الدوري.